السلام عليكم ومرحبا بكم. إن شاء الله سوف نتحدث عن موضوع يتعلق بزراعة البطيخ الأحمر. سوف نتحدث عن تكلفة زراعة هكتار واحد من البطيخ الأحمر، كذلك طرق الزرع ومواعيد الزرع وأساسيات متعلقة بزراعة البطيخ الأحمر. كما تلاحظون يا إخوان، سوف نتحدث عن تكاليف زراعة البطيخ الأحمر من البداية حتى النهاية، كذلك عن الأرباح التي يمكننا الحصول عليها من هذا المحصول الزراعي. كما تلاحظون بالنسبة لزراعة البطيخ الأحمر، نختار الموعد المناسب لنجاح زراعة البطيخ الأحمر، باعتبار البطيخ من النباتات التي تحتاج إلى الدفء بشكل يومي 6 ساعات من أشعة الشمس. لهذا من الأفضل اختيار الأوقات المناسبة، فهو نبات يحتاج إلى الدفء بشكل يومي. بالنسبة لأوقات زراعة البطيخ الأحمر، في بعض المناطق يمكننا زراعته بداية فصل الربيع، هناك يمكننا كذلك في بعض المناطق زراعته في الأماكن متأخرا حتى دخول فصل الصيف، لأن البطيخ يحتاج إلى أشعة الشمس. الحرارة المناسبة لزراعة البطيخ الأحمر لا تتعدى درجة حرارة 35 درجة، لكي لا تصيب بلسعة الشمس التي تصيب ثمار البطيخ. بالنسبة متطلبات الزراعة فهي سهلة جدا، يمكننا التعامل مع هذا المحصول الزراعي. تحتاج إلى تربة أو أرض زراعية، كذلك تحتاج إلى بذور، تحتاج إلى كمية مناسبة من الماء جيدة لأن البطيخ يحتاج إلى السقي، كذلك تحتاج إلى سماد عضوي وأسمدة كيميائية ومبيدات فطرية. هذه متطلبات زراعة البطيخ الأحمر. أول شيء، التربة المناسبة لزراعة البطيخ يمكننا زراعته في مختلف أنواع الأراضي، الأراضي الخفيفة والثقيلة وحتى الصفراء والسوداء، شرط أن تكون تربة خصبة. بالنسبة نوعان من البطيخ يمكننا زراعته، النوع المطعم والنوع الغير المطعم. يمكننا زراعته عن طريق البذور، أخذ البذور نقوم بتشتيلها ونقوم بزراعتها مباشرة كذلك عند إنبات الشتلات. كذلك النوع المطعم، سوف نتحدث عن النوع المطعم وكذلك الغير المطعم. بالنسبة للنوع المطعم، بالنسبة للمزارعين الذين يقومون بزراعة البطيخ الأحمر بشكل موسمي في نفس التربة أو القطع الزراعية، من الأفضل زراعة البطيخ المطعم لتجنب أمراض خاصة التعفن الجذور ومرض النيماتود وكذلك بعض الأمراض الأخرى. بالنسبة للأراضي الجديدة، يمكننا زراعة البطيخ عن طريق البذور، شراء البذور ونقوم بزراعتها أو تشتيلها ونقوم بزراعتها كذلك. فبالنسبة للمفارقة ما بين البطيخ الأحمر المطعم والغير المطعم، المطعم يقاوم الأمراض الفطرية وكذلك معروف عن طريق التطعيم عن طريق اليقطين بطريقة سهلة. بالنسبة للمطعم، يمكنك تطعيمه بنفسك أو شراءه عند أصحاب المشاتل. بالنسبة للبطيخ المطعم كما تلاحظون عن طريق اليقطين، والمعروف على اليقطين أن جذوره قوية تتحمل بعض الأمراض التعفنية التي تصيب الجذور، كذلك مرض النيماتود. كذلك معروف أن جذور اليقطين تمتص بشكل جيد، وخاصة العناصر الغذائية الموجودة في التربة والأسمدة كذلك التي نقوم بتسميدها. بالنسبة للبطيخ الأحمر المطعم، إنتاجية عالية وأكثر مقاومة لبعض الأمراض، وخاصة الأمراض التي تصيب الجذور. بالنسبة للغير المطعم، فهو صالح الأراضي الجديدة الغير لم يسبق فيها زراعة بعض القرعيات مثل البطيخ الأحمر أو الشمام أو من هذا القبيل. فبالنسبة للتكاليف فهي تختلف من نوع إلى نوع آخر بالنسبة للبطيخ المطعم أو الغير مطعم. كذلك بالنسبة إعداد التربة، نقوم بحرث الأرض جيدا من مرة إلى مرتين، كذلك المسافة بين الخطوط 3 أمتار ويمكن العمل حتى 4 أمتار بالنسبة للزراعة المكتفة والغير المكتفة. كذلك المسافة بين الشتلات 1 متر. بالنسبة للبطيخ الأحمر من ناحية التسميد، نقوم بتسميده بسماد عضوي قبل الزراعة. داخل المصاطب نضع سماد عضوي مخمر، شرط أن يكون مخمر وخالي من الأعشاب الضارة. كيفما كان نوع السماد، يمكننا تسميد البطيخ، نضعه داخل المصاطب كذلك قبل الزراعة. بالنسبة التشتيت فهو سهل جدا. بالنسبة للبطيخ الأحمر،
إذا أردنا أن نقوم بزراعة عن طريق البذور، نقوم بأخذ البذور ونقوم بتشكيلها في مسلسل صغير محمي أو بلاستيكي. في أقل من 40 يوما تكون الشتلات جاهزة للزراعة. كذلك بالنسبة لطرق السقي، من الأفضل السقي بالتنقيط، لأن البطيخ الأحمر نقوم بتسميده بأسمدة كيميائية أو أسمدة معدنية، من الأفضل تسميده أو السقي عن طريق التنقيط. بالنسبة هذا المحصول يحتاج 120 يوم لكي نقوم بحصاده. هناك أصناف متأخرة وهناك أصناف مبكرة من ناحية زراعة البطيخ الأحمر، فهي توجد العديد من أنواع البطيخ التي يمكننا زراعتها. هناك أصناف جيدة الإنتاج وكذلك قشرة معروف عليها بالصلابة، هناك أصناف أخرى تختلف على حسب كل صنف المراد زراعته من ناحية الإنتاجية. بالنسبة للبطيخ الأحمر كذلك يحتاج إلى أسمدة معدنية وكذلك مبيدات الفطرية نقوم برشها أو الحشرية. كذلك بالنسبة للبطيخ الأحمر من البداية حتى النهاية. بالنسبة حاجية البطيخ من ماء، من النباتات التي تحتاج الماء من ناحية السقي، وهذا يختلف حسب الموسم الزراعي وكذلك نوعيات التربة. بالنسبة للشهر الأول فالبطيخ الأحمر لا يحتاج إلى كمية من الري. في الشهر الثاني عندما يصل مرحلة التزهير نزيد من كمية المياه. عند تكوين الثمار كما تلاحظون يصل وزنه أكثر من 4 كيلوغرامات، نزيد من كمية كمية السقي وهكذا. بالنسبة للبطيخ الأحمر في المرحلة الأخيرة يحتاج إلى كمية جيدة من الري أو السقي عكس الشهر الأول، فالبطيخ الأحمر لا يحتاج إلى كمية كبيرة من الري، يمكننا سقي 3 مرات في الأسبوع 20 دقيقة، فهي كافية وخاصة في الشهر الأول. ودارت على حسب نوعية التربة هل هي نفادية أو غير نفادية. كذلك بالنسبة تكاليف فهي راجعة على العموم، عدد الشتلات في الهكتار الواحد ما يقارب ما بين 3000 حتى 3500، ويمكننا زراعة حتى 4000 شتلة في الهكتار الواحد، وهذا راجع على حسب المسافة ما بين الخطوط التي اعتمدنا عليها في الزراعة. كذلك تحتاج إلى خراطيم السقي أو السقي بالتنقيط أو ما يعرف بالجوتوغوت، تحتاج إلى ذلك لسامات عضوي ومبيدات فطرية وكذلك يد عاملة. على العموم بالنسبة للهكتار الواحد لا يتعدى 20000 درهم مغربية حتى 40000 درهم مغربية في المتوسط. لماذا ذكرنا هذه الأرقام من ناحية التكاليف؟ لأن هناك عدة تساؤلات من ناحية المصاريف. من ناحية السقي تعتمد على السقي بطاقة الشمسية أو كهربائية أو الغاز من هذا القبيل، فهي تختلف المصاريف بالنسبة لزراعة هكتار واحد من البطيخ الأحمر على حسب كل فلاح. كذلك على حسب نوعية البطيخ التي قمت بزراعتها، هل البطيخ المطعم أو غير المطعم. بالنسبة للبطيخ المطعم نوعا ما مكلف مقارنة مع الغير المطعم، يمكنك شراء الشتلات تتراوح بين 3.5 دراهم حتى 4 دراهم للشتلة الواحدة عكس البطيخ الغير المطعم عن طريق البذور. نقوم بزراعته مباشرة في مشتل، نقوم بتشتيله ونقوم بزراعته، فهو نوعا ما غير مكلف. فهناك مفارقة من ناحية التكاليف، على العموم لا يتعدى 20000 درهم حتى 40000 درهم مغربية، أي ما يعادل 2000 دولار و4000 دولار من ناحية مصاريف هكتار واحد إذا أردنا أن نقوم بزراعته من البداية حتى النهاية، من التسميد، من زراعة، من حرث، من سقي، الطاقة المراد سقي بها الكهرباء، الغاز أو من هذا القبيل. كذلك بالنسبة الأرباح التي يمكنك جني من هذا المحصول فهي راجعة على حسب الإنتاج وكذلك جودة الثمار وكذلك الطلب والعرض في السوق. بالنسبة للمبيعات الهكتار الواحد فهي تتعدى ما بين 8 ملايين حتى 15 مليون للهكتار الواحد بالنسبة للعملة المغربية، وهذا راجع على حسب الإنتاجية وكذلك العرض والطلب في السوق. بالنسبة لهذا المحصول يحتاج من 120 يوما. هناك أصناف أخرى يمكننا حصادها في أقل من هذا الوقت. بالنسبة لزراعة البطيخ الأحمر من الأفضل اختيار المواعيد المناسبة للزراعة. كذلك فهذا المحصول الزراعي مربح، كذلك سهولة التعامل مع هذا المحصول الزراعي من ناحية
العناية، وكذلك من ناحية الصقل والتزمين. وبالتوفيق في موضوع آخر حول زراعة البطيخ.